التذكير أن من أهم العبادات التي نسيها كثير من الناس، عبادة النسك، عبادة النسك، وهو الذبح لله. ذكرت بأن فيه الواجب وضربت له أمثلة بحال شكل ديال النذر، يعني تنتظر حدوث فرج ما أو مصلحة ما وتسأل الله جل وعلا أن يحدثها وأن يوفقك للوصول إليها، وقد تجعل بينك وبين ربك عهدا أن إذا وقع كذا وكذا واستجبت لي برحمتك وإذنك يا ربي كذا وكذا لأذبحن كبشا أو بقرة أو ماعزا أو كذا. هذا نذر إذا صدر منك صار واجبا عليك، لا تبرأ ذمتك منه إلى يوم القيامة. كيولي كيتسلك بحال رمضان ولا بحال الزكاة ولا بحال الصلاة المفروضة، لا تبرأ ذمتك منه إلى يوم القيامة، وهو عبادة جليلة. يعني الإنسان ما راهش كيجي غير يكتف راسو هكذا وكان، لا، وإنما هو فيه معنى توحيدي، ركت وحد الله، لأنك تعلم أن الله هو الذي يحدث ما يحدث وهو الذي يمنع ما يمنع، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم أعلموا وتعلموا أن مصلحتي ماديا واجتماعيا وسببيا هي بيد فلان أو علان، كتعرف بأن المصلحة ديالك يقضيها لك فلان ولا فلان لأنه بيدو القرار أو بيدو خزينة المال أو بيدو كذا أو كذا، تعلم هذا. ولكن لا ينبغي أن تنسى أن هذاك فلان وعلان عبد مأخوذ من ناصيته بيد رب العباد، فلو شاء الله جل وعلا وأراد وأذن لوقر قلبه ودقه وأمره من حيث لا يدري هذا العبد أن يخدم مصلحتك، وتأتي الخادم وتأتي المسخرات بأمره تعالى، ملشي الكبير رب الكون، تأتي المسخرات إلى بابك، تأتيك بمصلحتك وتكشف غمك وتفرج كربك وتفتح لك باب الخير، لأنك وصلت الله بقلبك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من أسباب التعرف إلى الله النسك، ذكرته اليوم لأننا في أشهر النسك، الحج فيه النسك المعروف، وفيه عندنا نسك الأضحية، لكن هذا ماشي غير في هذه الأشهر، هو على طيلة السنة. مع الأسف الإنسان في غالب الأمر هذا الزمان نسي هذا النوع من العبادة، فإن فعله في كثير من الأحيان يفعله بصورة منحرفة ولو كان قصده طيبا، نعلم ذلك لدى كثير من الناس. يعني حينما يخطئ الإنسان فيذبح كبشا من أجل شجرة أو حجرة، فذلك قد أضاع المعنى وإيا إضاعة وأفساده وإيا إفساد. اذبح لله الواحد القهار، شيء جميل جدا أنك في مرة أو مرات على حسب اليسر ديالك تأخذ واحد الكبش وتقول هذا الكبش أردت أن أذبحه لله، أن أهرق دمه إرضاء لله ولله وحده سبحانه وتعالى، وتطعم منه فقراء الحي ومساكين الحي وأهلك وجيرانك ومن حولك ممن هم طوافون عليكم من الفقراء والمساكين، ولنعم العبادة هي إذن، ولنعم العمل هو إذن، ولنعم القربى تقربك إلى الله حق التقريب، وتفتح لك باب الرزق وتفتح لك باب الفرج، وتجعلك بعد ذلك وقبل ذلك وليا لله، تجعلك أقول وليا لله لأنك واليت الله جل وعلا في معنى النسك، هذا المعنى الأصيل اللي كان عندنا في تاريخ
الإسلام مع الأسف الشديد ضع وقل قل وتشوهت صورته. أما هو في أصله راه معنى ممتاز جميل جدا، فيه فائدتان. الأولى هي توحيد الله، وكتبت لنفسك تثبت لنفسك أنك عبد لله، وهذا شيء عظيم جدا، لأنك يعمرك بالإيمان ويعمرك بالثقة، الثقة الكبيرة في أن الله تعالى يتجاوب معك. كتقول له كيقول لك، كتطلبه كيعطيك، كتسوله كيجاوبك. فهذا الذبح فيه أمارة، هذه راها لغة كما يقولون اليوم، لغة سيميائية بينك وبين الله جل وعلا. أنت تفهم عن الله جل وعلا وهو يعلم عنك، أنت تفهم عن الله، كتفهم عنه الإشارات التي تحدث لك في أسرتك، في حياتك، في مسيرتك ووظيفتك وإدارتك وتجارتك وأحوالك وأزماتك ويسرك وعسرك، وهو سبحانه يعلم عنك من خصاصة قلبك مقصدك وتوجهك وطلبك ويجيبك. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب لمن تقرب إلي، لمن فعلا جعل في نفسه ذلك الظن، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما عليكم إلا أن تستجيبوا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مشكلتنا هنا وليؤمنوا بي، ماشي قضية الإيمان الذي هو بين الحد الآخر الذي يخرج عن الملة أو الكفر، لا، يعني عندنا فعلا مشكلة الإيمان بالله حقيقة، لأن مشكلتنا أننا أوثاق بما في يدنا مما في يد الله. يعني كتقول لي في جيبك راه هي مضمونة، والله ما مضمونة إلا إذا ضمنها الله. ما مضمون لك شيء مما في كسبك ويدك إلا إذا ضمنه الله جل وعلا. فإذا ثقت بالله ثقت بكنوز الله، وكنوز الله تعالى غير محدودة، لا يستطيع العقل البشري أن يتصور حدود الملكوت، لأن حدود الملكوت مطلقة، الله وحده سبحانه وتعالى المحيط بالمطلق، لأنه جل وعلا لا يحيط به شيء، بل هو جل وعلا يحيط بكل شيء وفوق كل شيء سبحانه جل وعلا من عزيز مليك مقتدر. ولهذا المؤمن اجدد الثقة بالله تعالى، وليتق الله في أمر توحيده ربه، وليتق الله في أمر طلبه ورغبه. وحد المحبة لله، وحد الرغب لله، وحد الطلب لله، وبعد ذلك تكون أنت وليا لله جل وعلا، بذلك الصنيع تكون عبدا رفيع المستوى عند الله، وإن ضعفت في نظر الناس، لأن الناس لا يبصرون كثيرا من الحقائق، وإنما الذي يبصرها من جعل الله له بصائر. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. فاللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.